أنا اسمي إبراهيم مصطفى، مواصل تطبيق خبة في العاصمة المصرية القاهرة. يعني أنا عندي 8 سنوات خبرة في مجال الصحافة والإعلام. أنا بالأساس بشتغل صحفي في جريدة الأخبار. الحقيقة اتعرفت على تطبيق خبة من الزملاء في قناة العين الإخبارية، وهو قائم على تقديم قصص لطيفة خفيفة إلى حد ما. يمكن وسائل الإعلام التقليدية مش بتتناولها بشكل كبير، بتكون المصادر بتاعتها هو الشارع نفسه وحياة المواطن بشكل عام، قائمة أكتر على الصور على الفيديوهات. التعامل مع التطبيق يمكن مش صعب خالص، يعني في سهولة في رفع المواد والصور والفيديوهات على التطبيق. كمان يعني الزملاء في قناة الآن والمسؤولين عن تطبيق خبة، يعني بمجرد رفع أو تنزيل موضوع جديد على التطبيق بيكون في مساعدة من جانبهم في نشر الخبر أو متابعته والنقاش فيه مع المراسل الميداني اللي قدم الخبر. الحقيقة التطبيق مش بس بيتيح فرصة لتقديم نوع جديد من الصحافة، لكن كمان بيمثل يعني مصدر جيد للربح، لأن كل قصة قيمتها حوالي 25 دولار في البداية وبتزيد ل 35، وكل ما عدد القصص زادت كل ما المقابل المادي بيزيد. يعني دي نبذة سريعة عن التطبيق، وأعتقد إنه فرصة كويسة لأي صحفي أو مهتم بالصحافة إن هو يقدم من خلاله مواد صحفية وصور وفيديوهات، يعني في شكل ونوع جديد.